السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. تعال نتكلم النهاردة عن المعراج بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه أسري بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم تبدأ هنا رحلة المعراج. طبعا بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء، ثم خرج وعرض عليه جبريل عليه السلام إناء أو كوب فيه خمر وكوب فيه لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل لقد اخترت الفطرة. ثم بعد ذلك بقى البراق في الوقت ده موجود زي ما هو كده مربوط في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء، وتبدأ رحلة المعراج. رحلة المعراج، المعراج كما يقولون سلم درج إلى السماء تصعد عليه الملائكة وتنزل منهم، وبعدين يعني مواصفاته مش يعني ما فيش وصف ليها، يعني ما نقدرش نوصفه بالتحديد بالدقة زي ما جاء الوصف مثلا في البراق أنه أبيض وأنه فوق الحمار ودون البغل، وأن يعني الخطوة الواحدة منه عند منتهى طرفه، وكلمة إيه يعني تحس إيه من كلمة البراق أن سرعته عاملة زي سرعة البرق زي سرعة الضوء، أخذ بالك. والدليل على هذا أنه وصلوا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في يعني مش عايز أقول دقائق، عايز ممكن أقول لك دقيقة أو أقل، يعني في فترة بسيطة جدا جدا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بدأت رحلة المعراج، بدأ سيدنا جبريل يطلع مع النبي عليه السلام على المعراج، والمعراج كما قلت درج ما بين الأرض إلى السماء السابعة أو ما بعد السماء السابعة، هو مرصع باللؤلؤ وعن يمينه وعن شماله ملائكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به جبريل إلى السماء، وصلوا للسماء الأولى، فطرق جبريل، والسماء لها أبواب كما تعلمون. بدأ جبريل عليه السلام يطرق السماء، والملائكة تقول من؟ فيقول جبريل، قال ومعك أحد؟ قال أجل، معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه. كلمة قد بعث إليه ممكن تستغربها، يعني هم مش عارفين هو رسول، لا، قد بعث إليه ليصعد، ده المفهوم الذي فهمه العلماء، وقد بعث إليه هم عارفين هو رسول الله، وإلا لو كانوا ما يعرفوش هو بعث إليه كرسول كان يقولوا له محمد رسول الله مين؟ طبعا النبي عليه السلام كل الدنيا كلها عارفاه، الكون كله، وهو اللي قال ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد بعث إليه، قال بلى. ففتحت السماء ورحبت الملائكة جميعا، ملائكة السماء الأولى جميعا رحبوا بالحبيب المصطفى، بل أنا مستشعر مدى فرحة الملائكة بقدوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن كما قال ابن عباس والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نسمة أقيم أعظم من نسمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا ما خلقش في الكون ده كله أعظم من خلقه لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من الإنس والجن والملائكة ومن الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الملائكة في ترحيب شديد جدا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طلع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام السماء الأولى. من كان في السماء الأولى؟ أبو البشر آدم عليه السلام، وده شيء طبيعي أو في الترتيب على بك على فكرة أن يبقى أبو البشر هو في استقبال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي دخل قبل ما يخش على سيدنا آدم ويسلم عليه، شاف منظر عجيب جدا، لقى سيدنا آدم قاعد وحواليه ذرية كده كبيرة أو عدد كبير جدا عن يمينه وعن يساره، فإذا نظر عن اليمين ضحك، وإذا نظر عن الشمال بكى، ويكرر هذا المشهد، يبص يمين فيضحك، يبص يسار فيبكي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذا؟ قال هذا آدم أبو البشر وذريته التي عن يمينه هم من أهل الجنة، فإذا نظر إليهم ضحك، والذين عن يسارهم أهل النار من أولاده، من أبناء ذرية سيدنا آدم طبعا، يعني فهم زي، فإذا نظر إليهم وتذكر أنهم داخلين النار بكى. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على آدم عليه السلام، وإذا بآدم عليه السلام يقول مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح. الله، شو بقى لقاء الأب بالابن، ومش أي أب ومش أي ابن، ده آدم عليه السلام وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فرحب بهم. هما يعني لم يطل المقام في المكان لان الرحله لها اهداف طبعا عظيمه جدا جدا جدا، فيعني ايه لقاءاته مجرد لقاء سلام وكده وطالع بقى.
ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، طرق جبريل الباب، نفس الحكاية في كل مرة، من جبريل وهل معك أحد؟ معي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث لي، يعني دعي إليه عشان يخش السماء الثانية. قال أجل، فتفتح السماء فكل أهل السماء من الملائكة يعني يرحبون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في السماء الثانية لقي النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى عليهما السلام ابني الخالة، هما الاثنين ولاد خالة، خد بالك، فلقيهما وسلم عليهما، فقال سلم عليهما فقال مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح وسلم عليهم، ثم بعد ذلك صعد إلى السماء الثالثة. في السماء الثالثة برضو نفس الحكاية، مش هنعيدها بقى كتير، بيخبط سيدنا جبريل يطرق الباب السماء، من جبريل ومن معك؟ محمد رسول الله وقد بعث إلى آخر يعني. فصعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، وقد التمس هذا الأمر على بعض الناس. يوسف عليه السلام نص جمال الكون ده كله في يوسف عليه السلام، والنص الثاني متوزع على البشر كلهم. المسألة مش بالمنظر دوت، إنما سيدنا يوسف لو قسم الجمال، ومش لازم الجمال يقسم بالنصفين، يعني مش لازم الجمال حينما نقول مثلا إيه إن عفوا يعني ان فلان ده جميل بنسبة مثلا يعني 50%، فما فيش مانع ان التاني يكون جميل برضو بنسبة 90%، يعني نقول ده اوتي نصف الجمال وده اوتي تلات اربع جمال وده جميل بنسبة 100%، فكأن الحديث هكذا يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي الجمال كله. يعني إذا كان سيدنا يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن والجمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن والجمال كله. أمال ليه ما كانش النبي يوصف بالجمال؟ مش معنى كده انه ما كانش جميل، حاشا لله، لا ما اقصدش، انا اقصد لما نيجي نتكلم عن النبي عليه السلام ما نقولش وكان عينيه مش عارف عامله ازاي وكان شعره عامل ازاي، ويعني ما كانش فيه اهتمام بوصف جمال النبي. ليه؟ قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى كسى جمال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمهابه والوقار، فلا يستطيع احد ان يحد الطرف للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدرش تقعد باصص في وش النبي كتير، تستحي انه جميل جدا والجمال ده كله مكسو بالمهابة يعني والوقار. ولذلك صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عمرو بن العاص أنه هو في سياقة الموت، لما بيتكلم ان هو مر باطباق ثلاثه، فتره كان بيحارب فيها النبي بيقول ولو وحاولت اقتله ولو قتلته لدخلت النار، ثم اسلم قال وكان يعني لم يكن هناك احد اغلى عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخد بالك ولو مت على ذلك لرجوت ان اكون من اهل الجنه. ثم بيقول بقى في الحته دي ليه، بيقول ووالله لو سالتموني ان اصفه لكم لما استطعت، لاني لم اكن، خد بالك بقى، لاني لم اكن املا عيني منه، مش هقدر ابص له واركز فيه قوي، لان النبي كان ليه مهابه كده، اول ما حد يبص له تلاقي نفسك بتستحي وتقوم ايه بص في الارض، مهابه للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمهابه يعني والوقار، ولم يوصف بالجمال صلى الله عليه وسلم. وعروه بن مسعود في صلح الحديبيه لما راح عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن اوصافه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما يامرهم بامر الا ابتدروا امره، وما توضا الا تقاتلوا على وضوئي، وبعدين من ضمن الأوصاف ليه؟ قال وما يحدون الطرف إليه تعظيما له وإجلالا. الله، بيقول ما شفتش حد فيهم بيبص له كده وبيملى عينيه منه تعظيما له وإجلالا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة يوسف عليه السلام، فسلم على يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام رد عليه مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة. في السماء الرابعة لقي نبي الله إدريس، لأن نبي الله إدريس كان يعني كان تمنى أمنية عند الموت أن يرفع الله عز وجل مقامه عند الموت بأن يقبض روحه في السماء الرابعة، يعني بدل ما تقبض روحه في الأرض تقبض روحه في السماء. فاستجاب الله له ورفعته الملائكة إلى السماء الرابعة، وملك الموت قبض روحه في السماء الرابعة. ثم سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى السماء. وأنا بعد الفترة دي بسرعة عشان إيه، عشان هنرجع لهم تاني، هنتكلم عن سبب مهم قوي، إشمعنا ربنا اختار الأنبياء دول، ما في غيرهم كتير، إشمعنا دول بالذات اللي كانوا معاه في رحلة المعراج. ثم انتقل بعد ذلك إلى السماء الخامسة فوجد هارون عليه السلام وسلم عليه، وبرضه انتقل للسماء السادسة فوجد موسى عليه السلام. لكن نقف وقفة صغيرة هنا، ان سيدنا موسى لما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينتقل من السماء السادسة إلى السماء السابعة بكى موسى عليه السلام، والحديث في البخاري ومسلم ان سيدنا موسى بكى وقال غلام
يبعث من بعد. كلمة غلام دي طبعا لها معنيين. المعنى الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا في كهولته. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحد سن شوف 63 سنة وما كانش في لحيته مثلا غير حوالي مثلا ما يكملوش 20 شعرة بيضة، تخيل حضرتك. وبعدين لما سئل حتى عنه قال شيبتني هود واخواتها، يعني لولا دي ما كنتش حد كانش يبقى فيه شيب خالص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كهولته وهو في شيخوخته كانه شاب. فزين موسى بلغتهم الدارجه المعروفه كلمه غلام تطلق على الشاب القوي الفتي. فقال غلام يبعث من بعدي يدخل الجنه من امتي اكثر ممن يدخلها من امتي. والمعنى الثاني كلمة غلام يبعث من بعد إن ما بين سيدنا موسى وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مئات السنين، قرون طويلة جدا. فكأنه بيقول يعني هو جاء في أجيال من بعد بكثير، واخد بالك. فقال هذه الكلمة ليس استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم خالص بمرة، يعني عشان ما حدش فهم غلط، وإنما هي من باب إن عايز يقول إن هو كهل، إن هو شاب في كهولتي وشيخوختي. فقال غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ولم يكن ذلك حسدا من موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعني زي ما تقول إيه يعني حزنا على فوات هذا الخير. إني كنت أتمنى أن تكون أمتي أكثر من أمته، لأن أمة النبي في ميزان حسناته، فكأنها من باب الغبطة وليست الحسد، لأن الأنبياء لا يعرفون لغة الحسد المزموم، وهو تمني زوال ما عند الغير من النعم. وإنما الحسد المحمود هو بيسموه الغبطة، هو تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فوجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال العلماء البيت المعمور ده طبعا ورد في حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور ده في السماء السبعة، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. معلوم أن خلق الملائكة كان قبل خلق آدم عليه السلام، فالنبي بيقول منذ أن خلقت الملائكة ملائكة السماء السبعة فقط كل يوم، منذ خلق الملائكة كل يوم 70,000 يخشوا البيت المعمور، والبيت المعمور ده الكعبة بتاعت السماء السبعة. كل يوم 70,000 يخشوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني، ما يروحوش مرة تانية، وكل يوم 70,000 غيرهم و70,000 غيرهم إلى حد قيام الساعة، خد بالك. فالبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السبعة. قال ابن عباس هو بمحاذاة الكعبة الأرضية التي في مكة، يعني أدي مكة هي ودي الكعبة، اطلع فوقها كده مباشرة بقى سماء أولى تانية لحد ما توصل السبعة، تلاقي البيت المعمور فوقي بالضبط في سنتر الكون. ولذلك قال فلو خر البيت المعمور لو سقط لسقط فوق الكعبة. وقال بعض أهل العلم إن في كل سماء بيت معمور، يعني ليس هذا قاصرا على السماء السابعة فقط ولكن في كل سماء. إيه السر اللي خلى سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور؟ إشمعنى؟ قال لك لأنه هو الذي بنى الكعبة الأرضية. قول لي بس هو ما بنهاش، أقول لك فعلا هو ما بنهاش، هو رفع القواعد. ومن مين اللي بنى الكعبة الأرضية؟ خلاف بين أهل العلم لا يخرج عن هذين الرأيين، يعني دول أصح رأيين وقفت عليهم، إن الملائكة هم اللي بنوا الكعبة في الأول، ثم بعد ذلك أعاد بناءها بعد أن هدمت، أعاد بناءها آدم عليه السلام. ويقال إن آدم عليه السلام هو الذي بناها ابتداء، ده الرأيين اللي وقفت عليهم صحاح. ثم بعد ذلك مع مرور بقى مئات وآلاف السنين خربت جدران الكعبة وجات الرمال دارت المكان، ولكن بقيت القواعد. ولما جاء إبراهيم عليه السلام ربنا أمره برفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبقى كده ايه؟ ما قالش وإذ يبني، بيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يبقى البيت كان موجود لكن القواعد ايه؟ هي اللي كانت مدارية والمبنى كان ايه؟ مهدوم. فسيدنا إبراهيم كل اللي عمل ان هو رفع البناء فوق القواعد. طبعا بعد ذلك مرت الكعبة بمراحل وأشياء، في أحد بقى قريش كده والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه طفل صغير لما حصل خراب للكعبة، وبعدين أرادوا أنهم يبنوها من مال حلال فقصرت بيهم النفقة لأن كل أموالهم تقريبا كانت حرام، فيدوب بنوا الكعبة ويعني تقاصرت النفقة معهم ما قدرش يكملوا، فبدل ما يكملوا بناء الكعبة راحوا بنيين أقل شوية اللي هي الحتة اللي هي تبع حجر إسماعيل عليه السلام، دي مش برة الكعبة دي جوه الكعبة، ولذلك لا يصح الطواف من جوه الحجر إنما يصح الطواف من خارج الحجر. وسيدنا إبراهيم
لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في ساعتها مباشرة راح بعت له السلام لأمته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كما عند الترمذي بإسناد الحسن: لقيت إبراهيم ليلة أسري بين فقال لي: أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، سيدنا إبراهيم يسلم عليكم. ثم قال له: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها بيعلمنا إزاي نغرس لنفسنا أشجار في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم عدى على السبع سماوات ولقي الأنبياء في السماوات. السؤال: كيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم في قبورهم فيما عدا سيدنا عيسى؟ تمام كده، لأن سيدنا عيسى رفع إلى السماء حيا وما زال حيا إلى يومنا هذا، وإلى يعني أن ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى سيدنا عيسى عليه السلام. قال لك إزاي إن هم شافهم النبي وإزاي صلى بيهم أصلا في المسجد الأقصى؟ قال لك رأيين. قال لك أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا عيسى، لقيه روحا وجسدا. والرأي الثاني إن ربنا أحياهم لي في الرحلة دي عشان يشوفهم النبي عليه السلام ويلقاهم روحا وجسدا. دول رأيين لأهل العلم. السؤال اللي بعد كده: ايه الحكمة بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اقتصر على الانبياء دولت؟ يعني اشمعنى دول بس؟ ليه ما كانش فيهم مثلا نوح ولا هود ولا شعيب ولا لوط ولا زكريا؟ يعني ما في انبياء كتير جدا فيهم غيرهم، يعني اشمعنى دول بالذات؟ قال لك لان دول بالذات مروا بحاجات هي نفس الحاجات اللي هيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدعوية. يعني على سبيل المثال، لقي ادم في اول سماء، ادم عليه السلام اخرج من الجنة، ثم سيعود بعد ذلك لأنه نبي كريم ولابد أن يدخل الجنة. الأنبياء والمرسلين طبعا يقينا من غير كلام، ما فيش خلاف بين أهل العلم أنهم كلهم من أهل الجنة، فأخرج من الجنة ويعود بعد ذلك يوم القيامة إلى الجنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة ثم عاد مرة أخرى إلى مكة، فإن الحادثة فيها إيه شيء من التشابه مع بعد التشبيه، دي جنة ودي أرض، لكن في النهاية إيه يعني حدث مشابه. حاجة تانية ان هو قابل سيدنا عيسى وسيدنا يحيى في السماء الثانية. ايه وجه الربط ما بينهم؟ ان سيدنا عيسى وسيدنا يحيى ايام عانوا من الحروب الشديدة ومن الصراعات الشديدة مع اليهود مع بني اسرائيل، وده نفس اللي حصل مع النبي عليه السلام، حروب مع يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع والخيانات اللي شافها منهم والاشياء، فعانى من بني اسرائيل مثل ما عانوهم من بني اسرائيل. الحاجة الثالثة يوسف عليه السلام وما وقع له من عداوة أقرب الأقربين إليه وهم إخواته، خد بالك، ونفس الأمر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض أقاربه وعلى رأسهم عمه أبو لهب، فكان طبعا شيء عجيب جدا وتوافق عجيب جدا، ده قرايبهم اللي عدوه ده برضو قرايبهم اللي عدوه. سيدنا إدريس التوافق لما بينهم رفعت المنزلة، إن سيدنا إدريس رفعت منزلته حتى قبضت روحه في السماء الرابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت منزلته صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى مكان ما بعد سدرة المنتهى، مكان يسمع منه صريف أقلام كتابة مقادير العباد، ودي مكان لم يصل إليها حتى جبريل نفسه، لم يصل إلى هذا المكان. وبعد ذلك لقي هارون اللي قومه عادوه وأذوه ثم عادوا إلى محبته، ونفس الحكاية حصلت مع النبي عليه السلام، عادوه وأذوه ثم بعد فتح مكة عادوا إلى محبته وأسلموا ووقفوا معه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لقي موسى عليه السلام، والتوافق هنا برضو ما حدث لموسى عليه السلام من عداوة قومه واللي شافوا من بني إسرائيل، ونفس الحكاية شافها النبي عليه السلام أيضا من بني إسرائيل من اليهود. وبعد كده سيدنا إبراهيم واستناده إلى البيت المعمور، واخد بالك، وهو الذي رفع قواعد الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم له في آخر عمره بإقامة مناسك الحج في بيت الله الحرم. ده كان سبب اختيار الأنبياء دول بالذات، لأن كان ليهم في حياتهم الخاصة وحياتهم الدعوية كان ليهم توافق كده مع بعض الأشياء التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. سائر الأنبياء ممكن ما يكونش، ممكن يكون حصل لهم أشياء لكن مختلفة شوية عن اللي حصل مع النبي عليه السلام، فاكتفي بذكر هؤلاء الأنبياء الذين كانوا مع النبي في رحلة المعراج. تعالوا نشوف بقى ليه، وده سؤال مهم جدا في غاية الروعة، ليه يا جماعة كان العروج من الأرض إلى السماء كان من بيت المقدس وما كانش من بيت الحرم؟
اشمعنى ما كانش في المسجد الحرام؟ ما كان حتى ايسر يعني واسهل النبي في مكه ويبقى ما فيش داعي للاسراء ويبقى العروج مباشره من المسجد الحرام الى سدره المنتهى الى السماء العلى. قالوا ان باب السماء اللي بيسموه مصعد الملائكه، خد بالك، قال لك ان دوت موجود اصلا في بيت المقدس. ده رأي، خد بالك انا بقولك رأي وبقولك بقى ايه ده صح ولا غلط. طب الرأي ده صح ولا غلط؟ يعني هما بيقولوا المصعد بتاع الملائكة اللي هو باب السماء ده موجود اصلا فوق بيت المقدس، وانا اقول لك الكلام ده غلط، الكلام ده مش مظبوط بالمرة خالص. بالعكس، ثبت ان البيت المعمور، لان النبي طلع في اتجاه البيت المعمور، ان البيت المعمور بمحاذاة الكعبة الارضية في مكة. فلو كانت المسألة ان احنا نطلع في وضع مستقيم فكان الاول يطلع من مكة مش الاول نطلع من بيت ايه، من بيت المقدس. ادي اول حاجة. الحالة الثانية، قالوا عشان يجمع بين رؤية القبلتين، لأن المسجد الأقصى كما تعلمون كان هجرة غالب الأنبياء وكان قبلة، وكان حتى كان قبلة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، لحد ما جاء تحويل القبلة في شهر شعبان في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام. إنما في الأول كان بيت المقدس كان هو القبلة حتى بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهي قبلة الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن يجمع لهما بين القبلتين، يبقى راح استقبل القبلة المسجد الأقصى واستقبل المسجد الحرام بعد ذلك، فيجمع له بين القبلتين. دي حاجة تانية. حاجة التالتة ودي مهمة جدا جدا في غاية الأهمية، إن كفار قريش ما يعرفوش وصف السماوات، إنما يعرفوا وصف بيت المقدس، لأن هم بيروحوا تجارة على طول الشام، فشافوا بيت المقدس، وفي منهم ناس ممكن يوصف لك بيت المقدس شباك شباك، وصف لك كل حتة في بيت المقدس. فلو ان النبي، وخدوا بالكم ركزوا، لو ان النبي صعد به مباشرة من مكة الى البيت المعمور الى سدرة المنتهى ورجع قال لهم انا عرج بي الى السماء وبوصف لكم البيت المعمور وبوصف لكم كذا، احنا مش فيناش حاجة، يعني انت بتحكي لنا على حاجة احنا اصلا مش فيناش، هنصدقك ازاي ولا نقول الكلام ده مظبوط ازاي؟ انما هم عارفين ان النبي عمره في حياته ما دخل المسجد الاقصى، وعلى ايامهم بقى لا كان في بقى لا موبايلات ولا نت ولا تصوير ولا دش ولا كان ده كله، ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هم على يقين، دول مراقبين ولحظه لحظه من يوم ما اتولد، على يقين من ان هو ما راحش بيت المقدس ولا مره. طيب هيوصفه ازاي؟ طب حتى لو ان واحد جه ووصفه له، ما احنا ممكن برضو نقوم قايلين له حته كده وايه، ونقول له طب وصف لنا بقى الحته الفلانيه اللي في الباب اللي مش عارف ايه، فبرضه الموضوع هيتكشف. فكان لابد انه يعدي على بيت المقدس الاول ويشوفه، وبعدين يعرج بيه الى السماء، عشان لما يرجع مش هيكلمهم عن رحله السماء. ولذلك تلاحظ ان هو ما كلمهمش على المعركه خالص بالمره، ده هو كلمهم انها اسري بهم من المسجد الحرام والمسجد الاقصى في جزء من الليل، ثم عاد مره اخرى. هم بقى يعني اتجننوا، قالوا نحن نضرب اقباد الابل اليه في شهر كامل رايح وشهر راجع، وانت تقول لي في ساعه رحت ولا في اقل من ساعه؟ كلام ما بتخدش عقولهم. لكن لما يجي يقول لهم طب ايه رايكم بقى اوصف لكم، او ان هم يقولوا مثلا طب اوصف لنا، فيوصف لهم يقولوا الوصف صحيح، خد بالك، واحنا عارفين ان هو متاكدين ان هو ما راحش اصلا هناك خالص مره، فيستطيع بذلك ان يستدل برحله الاسراء على رحله المعراج. الحاجه الرابعه، ان النبوات اللي لاعمار طويله جدا كانت وقفا على بني اسرائيل، وظل بيت المقدس هو مهبط الوحي. فلما اهدر اليهود كرامه الوحي وحرفوا وبدلوا ويعني واسقطوا احكام الشرع، تقرر في اللحظه دي تحويل النبوه من بني اسرائيل او من ذريه اسرائيل الى ذريه اسرائيل هو يعقوب، الى ذريه اسماعيل عليه السلام، خد بالك. فكان ولذلك اليهود لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا بيقولوا لأهل المدينة إن سيبعث نبي آخر الزمان من بني إسرائيل وسنؤمن معه وسنقتلكم قتل عاد وإرم إلى غير ذلك. فلما بعث من بني إسماعيل حقد عليه اليهود وحاربوه لأنه لم يكن من ذرية إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. فكان من وصل الماضي، فكان من وصل الماضي بالحاضر إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وإن يسرى إليه قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى. آدي سبب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم بدأ ينطلق به إلى سدرة المنتهى. هنا في اللحظة ديت وقف جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهذا أوان يفارق الخليل فيه خليلة؟
قال لا يا رسول الله، ولكن لكل منا مقام معلوم، فلو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. ده مقامي بقى، آخري أوصل لحد الحتة ديت. أما الوصول لسدرة المنتهى ومكان صريف الأقلام والأشياء دي كلها، ما اقترب منها أحد أبدا إلا فقط الملائكة اللي هم قاعدين بيكتبوا مقادير، المقادير اللي هم محطوطين في المكان دوت. أما نحن فلا نجرؤ على أن احنا نتعدى المنطقة دي، خاصة بك أنت لوحدك، ده مكانتك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى لها وصف عجيب جدا. الثمرة الواحدة، الثمرة الواحدة اللي طالعة من الشجرة ديت، أدي الجرة التي كانت تصنع في قرية هجر في البحرين. ثمرة حاجة ضخمة جدا يعني. الورق بتاع الثمر، الورقة الواحدة أدي آذان الفيلة. شفت حضرتك ودن الفيل بتبقى عامله ازاي؟ لما ينام بيغطي جسمه او نص جسمه بودنه ديت، واخد بال حضرتك؟ يعني ممكن استخدمها كده مكان يعني نص الحاف يعني، واخد بال حضرتك؟ طبعا لو يعني لو العيله نايمه جنبه فممكن يغطيهم بيه يعني. فده ده بس ايه؟ ده الورقه بتاعت الثمره. سبحانك يا ربي. طب ليه سميت سدره المنتهى؟ قال ابن عباس: لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول لك: لأنها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله. ما جاء من أمر الله من فوق وما جاء من صعد من أمر الله من تحت، كل هذا يجتمع فين؟ في سدرة المنتهى، فإليها ينتهي المقادير. وتعالوا نكمل مع بعض موضوع المعراج، هذا الموضوع الشائق الجميل، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنكمل مع بعض رحلة المعراج، رحلة الخلود، يعني الرحلة الخالدة التي لا ننساها أبدا، وكانت كلها تكريم لصاحب الدعوة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. في رحلة المعراج ربنا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حاجات، والحديث رواه مسلم. أعطاه الله عز وجل ثلاثة أشياء. رقم واحد الصلوات الخمس، وطبعا هنيجي دلوقتي لتفاصيل الصلوات الخمس كيف فردت. الحاجة الثانية أعطاه خواتيم سورة البقرة، اللي هي من قرأها في ليلة كفتاه من كل شر، كفتاه يعني لها تفسير كثيرة جدا، نرجع إن شاء الله فتح الباري الحافظ ابن حجر. والحاجة الثالثة أنه غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. يعني إيه؟ يعني غفر لأي واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا، الله سيغفر له المقحمات التي تقحم الإنسان في النار، يعني الذنوب الكثيرة التي تقحم الإنسان في النار. فمن لم يشرك، ده طبعا مصداق هذا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، أن المولى عز وجل في آخر الحديث قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب، من ضمن الأشياء الجميلة اللي شافها النبي عليه السلام في رحلة المعراج، شاف أربع أنهار من أنهار الجنة. شاف نهران ظاهران ونهران باطنان. ورد فيها حديث عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجرت أربعة أنهار من الجنة. هتسمعوا حاجة عجيبة جدا: النيل والفرات وسيحان وجيحان. يوم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة يعلق على هذا الحديث تعليق في غاية الروعة، رغم أن الحديث ليس عند مسلم، لكن تعليق للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام النووي في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من الجنة، يعني أصل النيل والفرات الاثنين أصلهم من الجنة. خد بالك بقى، قال لك: وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى. إذا النبي لما عدى السماء السبعة ووصل لسدرة المنتهى، في نهرين بيخرجوا من أصل سدرة المنتهى وبيمشوا في مكان لا يعلمه إلا الله، ثم ينزلوا إلى الأرض من مكان لا يعلمه إلا الله.
وإلا سبحان الله شوف الأمطار التي تسقط وبيتكون منها نهر النيل لا في الغالب لا تنزل إلا في الحبشة، ومن الحبشة تمر على بلاد إيه حوض النيل وتوصل إلى مصر. ففي مكان ما من مكان ما ومحدد هو نفس المكان، تلاحظ ان ميه النيل ما بتزيدش مثلا من الحته دي لا من الحته دي، لا بتنزل من حته واحده وبعدين بتبتدي بعد كده ايه تمشي في دول حوض النيل، فهي تنزل من مكان من سدره المنتهى وبعدين تمشي في مكان لا يعلمه الا الله ثم تنزل الى الارض نهر النيل والفرات. مرة تانية يكرر جبريل ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد عند بيت المقدس، لما النبي صلى ركعتين بالأنبياء وما خرج لقى سيدنا جبريل مستنيه بكوب فيه لبن وكوب فيه خمر، فاختار النبي اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. المرة دي راح مزود له حاجة تالتة بقى، راح يجيب له كوب فيه لبن وكوب فيه عسل وكوب فيه خمر، فاختار النبي اللبن مرة ثانية فقال له جبريل عليه السلام هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، وفي رواية الحمد لله الذي هداك إلى الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. الله بيقول له لو كنت اخترت الخمرة كانت أمتك تصبح غاوية خلاص كانت تضيع كلها، لكنك اخترت الفطرة وهي اللبن. ثم بعد ذلك عرج بالحبيب المصطفى عشان تعرف بس قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كل دوت وإن احنا في الحلقة اللي فاتت كل ده كان بعد أحداث رهيبة، أحداث مميتة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى أشد الإذاء من كفار قريش، وبعدين يحبس 3 سنين في شعب أبي طالب، وبعدين يموت عمه، وبعدين تموت خديجة، وبعدين يروح الطائف ويضرب ويؤذى وتنزف الدماء منه، ويرجع مكة مرة تانية ويحصل إيذاء شديد، ثم يأتي الفرج برحلة الإسراء والمعراج تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل يقول له يا محمد يا رسولي صلى الله عليه وسلم إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فتعال لتعرف قدرك بين أهل السماوات السبع. من ضمن الأشياء العجيبة جدا التي وقفت عندها وتأثرت جدا إن في رحلة المعراج ربنا قال إيه لنريه من آياتنا الكبرى، أو لقد رأى من آيات ربه الكبرى، خد بالك لقد رأى من آيات ربه الكبرى، شوف بقى اجمع بين الآية ديت وبين الآية التانية ما زاغ البصر وما طغى. فمن ضمن التفسيرات الجميلة التي وقفت عليها ويعني حاجة مش ممكن، بيقول لك ان من كمال ادب النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع وبيتفرج على السماوات السبع بقى وسدرة المنتهى، بيقول لك لم ينظر الا الى الشيء الذي اشار اليه جبريل، انظر الى هذا يا رسول الله، بيقول لك عينيه ما بصتش على الحاجة، يعني ما كانتش خارج مثلا طالع في رحله المعراج عمال يبص يمين وشمال وفوق وتحت، ابدا بيقول لك ما عملش كده، فضل باصص على الحته اللي جبريل يشاور عليها، انظر الى هذا يا رسول الله، انظر الى هذا يا رسول الله، ده كذا يا رسول الله، تخيل يقول لك ما زاغ البصر وما طغى. من كمال ادب النبي في هذا الموضع اللي ما فيش انسان في الدنيا يتمالك نفسه، ده الواحد ده انت لو خدت واحد ووديته مثلا برج ايفل لا تتمالك انك تقول له ايه، انك تقول له لو سمحت ما بصش غير هنا، يقول لك ما اقدرش عايز ابص للبرج وابص تحت وابص للمشاهد اللي تحت البرج والمطاعم اللي جنبيه ومش عارف ايه والمناظر والميه وده، عايز ابص على كل حاجه، وده امر من امور الدنيا يعني. فتخيل بقى لما يكون بيمر في السماوات السبع بيتفرج على اشياء لا تخطر على قلب بشر ما نعرفش نوصفها، نحجز ان احنا نوصفها ما نقدرش نقول، فاذا بالحبيب المصطفى لا ينظر إلا للشيء الذي أشار إليه جبريل. ثم لما وقف جبريل عند السماء السابعة رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ثم بعد سدرة المنتهى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أي صوت أقلام الملائكة وهي تكتب مقادير العباد من اللوح المحفوظ مباشرة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله أكبر. المقادير في قلنا ان في الأقدار الخلق، واخد بالك في فيها المحو والإثبات، واخد بالك في قدر يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بيملي للملك فلان ابن فلان مثلا، واخد بالك ان لو وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، ولو لم يصل رحمه فعمره 60 سنة، فالله يعلم مسبقا ان الرجل ده هيصل رحمه ولا ما يصلش، فاذا وصل بقى 70، ما وصلش بقى 60، دي يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن وعنده ام الكتاب دي ما فيهاش تغيير بقى خلاص،
خد بالك دي ما فيهاش تغيير بالمره، دي بقى الاشياء الثابته التي في الكتاب عند المولى عز وجل. فالملائكه بتكتب ايه؟ بتكتب الـ 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 الاشياء او مقادير العباد من اللوح المحفوظ مباشره. المكان دوت ما وصل اليه احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه مسلم قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع منه صريف الاقلام. الله. ثم فرضت عليه الصلاه من فوق سبع سماوات. فرضت الصلاه في المكان ده ليه؟ توضيح من المولى عز وجل لكل مسلم ان مكانه الصلاه غاليه قوي. ولذلك يا جماعه انا بحزن لما اسمع مسلم ما بيصليش. ازاي ما بيصليش؟ يعني سبحانك يا ربي. المولى عز وجل حينما يقول يوم يكشف عن ساق، ده مشهد مشاهد يوم القيامه، يوم يكشف عن ساق، ساق ايه؟ ساق الرحمن سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ما يستطيعش ليه؟ لانه واقف عايز يسجد ينقلب جسمه الى حاجه متيبسه مثل القلم، فيجي يسجد فيقع على ظهره. اهل الايمان يخروا سجدا لله سبحانه وتعالى، ودي علامه من علامات اهل الجنه في ارض المحشر. خد بالك، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. طب وايه السبب في كل دوت؟ قال لك وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فاللي يرفض يسجد لربنا في الدنيا الله يأبى أن يسجده له في الآخرة. مصيبة كبيرة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث إن أول ما يسأل عنه العبد من عملية الصلاة، خد بالك، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. إزاي فقد أفلح وأنجح؟ ما لسه يا رسول الله في الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي كذا وفي... قال لك مش مشكلة، دي أمور ممكن يعني الدنيا تمشي فيها، إنما الصلاة، صلة العبد بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، دي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. بالصلاة تنجو يوم القيامة بعد التوحيد طبعا والبعد عن المظالم. فالصلاة أهم حاجة، أهم حاجة، ده أساس البيت، أساس البناء، الصلاة. ولذلك نشوف يعني جابها بصيغة الإيه يعني، فاهم إزاي؟ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. الله أكبر. وإن فسدت فقد خاب وخسر. طب وليه خاب وخسر؟ ما هو وحش في الصلاة بس حلو قوي في الزكاة، جميل جدا في الصيام، في منتهى روعة في الحج. قالك ما ينفعش يسأل عن الصلاة، نفعت نكمل سؤاله في الحج والصيام والزكاة، فسدت مش هنسأله عن الباقي. تخيل، شوف الصلاة وقدرها. فربنا بيقول لك خد بالك الصلاة قدرها عظيم جدا، ولو ما صليتش أنا مش هسألك عن الباقي، هتعذب من غير ما تسأل عن الباقي، فلازم صلاة. فصلاة ما ينفعش مسلم من غير صلاة، ما ينفعش يعني، فاهم ازاي يعني ايه؟ حتى ان النبي شوف يعني قال كلمة لناس كتيرة بتفكر فيها: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد، وقد تفيد التحقيق، فقد كفر. طبعا خلاف بين اهل العلم بقى، بعضهم الى الكفر دون كفر، ولو تركها تكاسلا يبقى لي حكم، ولو تركها جحودا لا حكم، لكن في النهايه لازم يبقى في صلاه، لازم تصلي. فالنبي في رحله الاسراء والمعراج يا جماعه شاف الملائكه في ثلاث اوضاع عجبته قوي: ملائكه قيام بين يدي الله واقفين كده، وملائكه ركوع، وملائكه سجود. عجبه قوي ثلاث احوال. فسأل ربه أن يجمع له تلك المواطن الثلاث في عباده، فكانت الصلاة. فربنا فرض عليه كم صلاة؟ طبعا اقترب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان كان عجيب جدا، طبعا لا يوصف، لأن حتى لو سألت جبريل نفسه عليه السلام لو كان تقدر تكلم سيدنا جبريل مجازا يعني هو مش عارف يوصفه لك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي وصل إلى هذا المكان. فخاطبه ربه جل وعلا وفرض عليه خمس صلوات، خمس صلوات، خمسين صلاة. ونزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص الرحلة كده تعتبر شبه انتهت. لكن هو نازل عدى على السماء السابعة، شاف سيدنا إبراهيم مرة تانية، وعدى على السماء السادسة فوجد موسى عليه السلام. سيدنا موسى سأله: كم فرض الله عليك من الصلاة؟ قال له 50. قال له: أمتك لا تطيق، لقد عالجت بني اسرائيل وعملت وعملت وسويت ويعني بالعافيه على ما قدوا كم فرض كده، فاهم ازاي؟ انما 50 ده مش ممكن، امتك اضعف من ذلك لا تطيق، ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قمه في الحياه، فرجع ثاني الى ربه جل وعلا وسال ربه عز وجل ان يخفف.
كل مرة يسقط له 5 ويقال 10، فكل مرة ينزل 5 بقى 45، ورجع لموسى يقول له أمتك ولا تطيق ارجع إلى ربك، فيرجع إلى ربي عز وجل. طبعا المهم دي كلها في إيه، في يعني هوا، مفيش وقت، لأن ده معراج يعني، واخد بالك، فيرجع إلى ربه جل وعلا ويسأله التخفيف، ينزله 5 لحد ما في الآخر خالص نزله من 50 إلى 5، وإذا بالحق جل وعلا قد جعلها 5 في الأداء و50 في الأجر. قد خففت عن عبادي، هي 5 في العمل و50 في الأجر. يبقى إذن الخمسين صلاة التي فرضت علينا بقت 5 بنفس أجر الخمسين، زائد لو صليت في جماعة يبقى كل صلاة تتحسب إيه ب27 فريضة، ولو صليت في بيت الله الحرام الصلاة الواحدة ب100,000 فريضة، ولو صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواحدة ب1000 فريضة. واضربها بقى 100,000 في 27 لو بتصليها في جماعة، في انها اصلا محسوبة اصلا الصلاة الواحدة ب50 كده كده لوحدها، لو ب10 عفوا كده لوحدها، لان الخمسة ب50 يبقى الواحدة ب10، يبقى الصلاة في المسجد الحرام، شوف بقى، شوف الاعداد بقى التي لا تخطر على قلب البشر، عد زي ما انت عايز. الشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لسيدنا موسى فقال له سر ربك التخفيف، 5 كتير عليكم جدا، فقال له لقد سألت ربي حتى استحييت. الله، يا سلام. وشوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند المكان اللي فيه صريف الأقلام، وانا قلت لحضراتكم القضاء نوعين، قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء المبرم اللي ما يتغيرش خالص، اللي هو في علم الله عز وجل، اللي هو في الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عندها أم الكتاب، اللي هو في أم الكتاب. والقضاء المعلق اللي هو زي ما قلت لحضرتك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا ان الصلاة ديت نصليها، وخبال حضرتك، ولو اديت الصلاة ديت وقصرت شوية، انا ما كفاش ما صليش خالص، قصرت شوية، فالله عز وجل بتقديره وبرحمته ومش عارف اقول ايه، وبوده للمؤمنين، الله هو الودود الذي يتودد الى عباده وهو غني عنهم، يأتيك مثلا يوم الايام ناقص شوية فرائض، فالله عز وجل برحمته يسأل الملائكة هل لعبدي من تطوع، وهو أعلم، يكونون بلى، فيقول أجبروا كسر الفرائض بالنوافل، أو أجبروا نقص الفرائض بالنوافل، فضله كم فريضة، فضله 1000 فريضة يا ربي، صلى كم نافلة، صلى 1000 نافلة، حطوا 1000 نافلة كان الفريضة هحسبها له فريضة. شوف رحمة ربنا، بس يبقى فيه صلاة، ما ينفعش ما يبقاش فيه صلاة. يبقى إذن فرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في رحلة الإسراء والمعراج، من أجل أن نعلم قدر الصلاة، الفريضة الوحيدة، بقول الوحيدة، التي فرضت من فوق 7 سماوات، الفريضة الوحيدة. تعالوا نشوف بقى في عجالة سريعة كده المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، ثم نرجع بقى ونشوف كيف كذب كفار قريش الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني ربنا سبحانه وتعالى نصره عليهم جميعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. من ضمن المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء المعراج، رأى الجنة والنار، شافهم قدام عينيه، وشاف أنواع من نعيم أهل الجنة في الجنة، وشاف أنواع من عذاب أهل النار في النار. حاجة تانية، رأى خشية جبريل وميكائيل وهو صاعد في رحلة المعراج، والحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. كالحلس البالي إيه؟ من خشية الله. يعني إذا كان وصف سيدنا جبريل أنه ليه 600 جناح ويملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، واخد بالك، وهو كالحلس البالي من خشية الله، عمال بيبكي من خشية الله، فإزاي أنا كبني آدم أدي كده أتجرأ على حرب ربنا وعلى معصية ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا أقعد أقول صلاة مش هصلي وعبادة مش هعبد ومش عايزين دين ومش عايزين مش عارف إيه، واللي يخش لي على النت ويعمل لي موقع الحاد.com ويقول لك أنا ملحد وأفتخر وما فيش حاجة اسمها ربنا، نعوذ بالله من الخذلان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا رب في زمن الفتن. الناس فاكرة إن دي حرية، والله ما لها علاقة بالحرية خالص. الحرية إن أنت تبقى بتتحرر من قيود نفسك، وتتحرر من شهواتك، وبتتحرر من الأشياء التي تعوقك عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، ده الحرية في نظري أنا.
إنما حرية أن أنا يبقى حياتي كلها سب وشتم وكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى وانشغال بالناس وسب دوت واسهر من دوت وهزق دوت وهين دوت وصلاة ما بصليش وعبادة ما بعبدش وإحنا في حرية ومش عايزين دين والفاشية الدين. فاشية الدينية حضرتك عارف أنت بتقول إيه؟ لكن الفاشية الدينية بدأت من يوم فتح مكة، من يوم فتح مكة فاشية دينية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم تر... اللي هو أصلا لو علق لهم المشانق فالتاريخ لن يذكر أي شيء من هذا الأمر أبدا على وجه الذم، لأن لما يذكروا اللي عملوا كفار قريش في النبي وأصحابه لا ده لو شنقهم ده شوية عليهم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو اللي قطع الصمت اللي كان موجود ده، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم. حضرتك متخيل واحد شتمك وأذاك وضربك وطردك واتهمك في عرضك وقتل أصحابك وعمل فيك كل ده وأذاك وآذى دعوتك ودبر مؤامرات لقتلك وفي الآخر بتقول له أنت فاكر أن أنا عامل فيك حاجة؟ أنا مسامحك يا أخي. أنت اللي بتقول له قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الشباب الحرية مش حرية إلحاد، مش حرية بعد عن ربنا، دي عمرها ما كانت حرية، ده رق للدنيا، دي عبودية للدنيا، دي عبودية للهوى وللشهوات، دي عبودية للشيطان. إنما ربنا سبحانه وتعالى خلقني عشان أكون عبد، عشان أكون عبد ليه سبحانه وتعالى. فالنبي رأى خشية جبريل، جبريل عليه السلام بالحجم ده كله اللي قلب قرى قوم لوط كلها، خمس قرى خمس محافظات قلبها بجناح واحد من 600، شوف دي ورفعها للسماء ورماها حد ما عمل التجويف في البحر الميت، ده جبريل يبكي من خشية الله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن قال جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال لم يضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار، مع أن ده ملك ويقين هو في الجنة ومع ذلك لم يضحك منذ أن خلق الله النار. ورأى مالكا خازن النار ورأى المسيح الدجال في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مالكا خازن النار ورأى المسيح الدجال. في النبي في اللحظة دي اشتكى سيدنا جبريل قال له سلمت على مالك اللي هو خازن النار فرحب بي ولكنه لم يضحك لي ما ضحكش للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل يا محمد ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك، يعني بيقول له هو دي طبيعته، خازن النار ما هوش خازن الجنة، خازن النار فطبيعته شديدة فهو يضحكش أصلا. فقال له لو ضحك لحد كان ضحك لك أنت. من ضمن المشاهد اللي شافها النبي عليه السلام رأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كما عند أحمد بسند صحيح قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار. فسأل جبريل فقال هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، اللي هم ما بيعملوش بالعلم اللي تعلموه، اللي هو بيتكلم حلو قوي قوي بما يمشي أي حاجة خالص، اللي هو يكلمك عن الصدق وهو كذاب، اللي هو يكلمك عن الأمانة وهو سارق، اللي هو يكلمك عن الإخلاص وهو مرائي، اللي هو يكلمك عن كذا وهو عكسها، هو ده اللي النبي قال عنه. ده هيحصل له إيه يوم القيامة؟ ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويرزقنا ويأكل الإخلاص. ده شفايفه ستقرض بمقاريض من نار يوم القيامة. دي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. ورأى الذين يغتابون الناس وكيف كان عذابهم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح رأى أنه رأى قوما لهم أظفار ضوافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. الله أكبر، ربنا عافنا عافيكم الغيبة يا رب العالمين. رقم 6 رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر اللي منه بتنزل المية في إلى الحوض في أرض المحشر، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض ده ميته نازلة من نهر الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بينما أنا أسير في الجنة
إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقال له جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاه الله. رقم 7، فأثناء مرور النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج شم ريحة أجمل رائحة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. وحضراتكم عارفين القصة وحكيناها قبل كده، لما ماشطة ابنة فرعون آمنت بالله وفرعون خدها هي وأولادها وحرقهم في البقرة النحاسية دي، وهي طلبت منه طلب، قالت له: طلب الوحيد بما خدمتك وبما فعلت وفعلت، اجمع عظامي أنا وأولادي وخليها في قبر واحد. فكان يشم منها الشواء في أثناء وريحة الحرق يعني، والشواء وهم بيتحرقوا جوه البقرة. فبعد ذلك لما دفن في القبر كانت تشيع روائح الشواء بتاعتهم أجمل من رائحة أجمل مسك وجدت على وجه الأرض ما بين السماء والأرض، فشمها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. رقم 8، النبي صلى الله عليه وسلم هو نازل كان كل ملأ من الملائكة يقابلوه كان يوصوه بالحجامة، ودي من ضمن الحاجات العجيبة جدا، من ضمن أسباب الشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3، في شرطة محجم، وفي كية من نار، وفي شربة من عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالحجامة فيها شفاء عجيب جدا جدا لا يخطر على قلب بشر. طبعا بعض الناس بتنكر بقى الحجامة والكلام ده كله، يقول لك ده رجوع بقى للجاهلية ورجوع مش عارف ايه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. آخر حاجتين أختمهم كده بقى بسرعة كده في 6 دقائق الفاضلين. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا؟ قال ابن عباس: نعم رأى ربه جل وعلا، وفي قراءة رواية قال: رآه بفؤادي. إنما أم عائشة وسيدنا عبد الله بن مسعود أنكروا ذلك تماما، قالوا: إنما ذاك جبريل. حينما ذكروا قول المولى عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قالوا: هذا جبريل. قال أبو ذر، والحديث رواه مسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أراه. نور ازاي اشوفه؟ فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحله المعراج، ولكن الجمع بين الاقوال كما قال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه في المنام ولم يره في الحقيقه، لانه في حديث اخر قال: رايت ربي في المنام، الى اخر الحديث حينما ذكر له الكفارات والدرجات والمنجيات والكلام ده كله في حديث ثاني خالص نبقى نشرحه مره ثانيه. اخر حاجه، خلص النبي صلى الله عليه وسلم رحلته وهو نازل الملائكة بتوصيه بالحجامة وخلاص فرض عليه الصلوات 5 وبقوا بأجر 50، ونزل النبي وعاد مع جبريل، التقى مع جبريل بقى. هو طبعا نزل من مكان صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى لحد السماء 7، لقى جبريل، نزل مع جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس، لقى البراق زي ما هو مربوط في نفس الحلقة، ركب البراق مرة تانية ورجع. كل دوت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جزء بسيط جدا من الليل. طبعا لا دليل طبعا على من قال، سمعنا كلام حاجات عجيبة يعني، يقول لك ده قعد ثانية، ايش عرفك انه قعد ثانية؟ مفيش دليل على ثانية ولا دقيقة، هو جزء بسيط جدا من الليل، طبعا بسيط جدا يعني. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى وركب البراق ورجع الى مكة مرة اخرى، ثم ذهب جبريل وانصرف. اصبح الصباح، النبي قاعد صلى الله عليه وسلم، ابو جهل معدي من عليه، حس ان في حاجه حصلت. قال: هل حدث شيء الليله؟ قال: اجل، اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قال: اسري بك وتقول هذا لقومك؟ قال: لا اقول لقوم. راح مجمع له بقى الكفار قريش ووقفوا بقى، فقال لهم، قال له: احكي لهم اللي حكيته لي. فحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه اسري بي وما جابلوش سيره المعركه خالص، حكى لهم حكايه اسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قالوا: نقطع أكباد الإبل من هنا إلى هناك في شهر كامل ثم نعود في شهر، وأنت تذهب وتعود في جزء من الليل؟ قال: أجل. قال له: طب خلاص، زي ما يقولوا كده الماء شاف إيه تكد ولا طاس. قال له: طب ورينا بقى المسجد الأقصى، اوصفونا. هم عارفينه ما شافوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام دخل في الليل في الظلمة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصف المسجد الأقصى الحاجات اللي ممكن يكون لمحها بس كده، يقول: وظللت إيه أصف حتى خلاص بقى توقف النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يكمل. قال: فرفع علي المسجد الأقصى، ربنا سبحانه وتعالى جل له المسجد الأقصى قدام عيني مباشرة، واخد بالك كأنه قدام عيني كده بالظبط. قال: فأخذت أنظر إليه، هم مش شايفين طبعا، أنظر إليه وأصف لهم، فقالوا: أما الوصف فصحيح. بس برضه هم مش عايزين يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا لأبو بكر قالوا: يا سلام صاحبك انها اسري به الى من المسجد الحرام المسجد الاقصى في جزء من الليل.
أبو بكر لحد اللحظة دي ما كانش اسمه الصديق، كان اسمه أبو بكر، واخد بالك؟ فقال لهم إن كان قال فقد صدق. مين اللي قال لكم كده؟ قال له محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لو كان هو اللي قال لكم كده، قال لكم إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع في جزء بسيط جدا جدا، إن كان قد قال فقد صدق. أصدقه في أمر السماء، أفلا أصدقه في أمر الأرض؟ فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقى حزين، قال ما لما الحزن يا رسول الله؟ قال كذبتني قريش. فقال يصدقك أبو بكر وهو الصديق، فيقسم علي بن أبي طالب أن اسم الصديق نزل على أبي بكر في تلك الليلة أو في المناسبة دي، خد بالك، في رحلة الإسراء والمعراج بعد ما انتهت مباشرة نزل اسم الصديق من السماء فعرف أنه أبو بكر الصديق. تخيل حضرتك أن بعض المسلمين في الحادثة دي لم تستوعب عقولهم هذا الشيء وارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. ده كان مختصر بسيط جدا جدا لرحلة الإسراء والمعراج. محتاجين أن احنا نسري بقلوبنا إلى بيوت الله وإلى مرضات الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. محتاجين أن احنا نعرج بقلوبنا إلى عرش الرحمن، أن احنا نحس ونستشعر بأن احنا لازم نكون مطيعين لربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.